والآن أعزائي محبي Arabs Got Talent، جاء الوقت لنختار سؤال من أسئلة الجمهور في The Super Fan Question. حلوة هاي Super Fan Question. السؤال الليلة من سارة عبد الله من المغرب، وبتسأل الأستاذ ناصر: لو إدارة Arabs Got Talent اختارتك إلك لأنه أعطيناك أعلى نسبة تصويت، ولكن لازم تختار بين الأستاذ علي والست نجوى، مين بتختار؟ ناصر، قبل ما تختار بيقدر يستعين بصديق؟ بيقدر يستعين بصديق يعني؟ ما في أصدقاء، يعني أنا بعطيه احتمالين، مش ممكن يكونوا باللجنة شابين؟ ليك أنا أكيد خسران بالمقارنة، أكيد خسران، ولكن أنا بذكرك يعني بأمور الله. ايوه انا شاهد بعد ما سمعنا جواب الاستاذ ناصر. بس انا بقول لك شغله، يعني في احد يكون عنده هالطعامه وعنده هالحلاوه وعنده هالجمال وما يختار علي؟ مش ممكن. حلوه ناصر، حلوه منك كثير. نحن ما بنستغنى عنكم ولا واحد منكم، نحن جسد بعقل وروح وقلب، ما بنقدر حدا يستغنى عن حدا. انتو كمان اذا حابين تسالوا اي سؤال للجنتنا زورونا على الموقع يلي عم بيبين على الشاشه.